وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم أيها الأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته. قبل أن نبدأ كلمتنا فلنعلي أصواتنا بهتاف: بالروح والدم نفديك يا شهيد، بالروح والدم نفديك يا شهيد، بالروح بالدم نفديك يا شهيد، بالروح والدم نفديك يا شهيد. وهل أقيمت هذه الخيمة المباركة إلا وفاء لهؤلاء الشهداء وعرفانا بتضحياتهم وامتنانا لعذابات أهليهم؟ يقدم علينا شهر رمضان للسنة الثانية على التوالي، ورموزنا الكرام ما زالوا يردحون في سجون الاحتلال الخليفي، ومئات من شبابنا الأبطال يدفعون أعمارهم خلف القضبان الظالمة. فهل تمكنت هذه السجون من عزيمة الرموز؟ هل تمكنت؟ وهل استطاعت تلك القضبان أن تنال من إصرار شبابنا المضحين؟ وهل استطاعت هذه العذابات أن تنال من عزيمة شعبنا؟ الجواب لضميركم. إن شهداءنا الأبرار حتى وإن كانوا أجسادا تحت التراب، وهؤلاء الرموز والشباب حتى وإن حجبتهم قضبان السجون، هم من يحافظ على وهج الثورة، وهم من يغذي شريان صمود وعزم هذا الشعب. إن علينا يا إخوتي دين تجاه هذه الثورة وتجاه أولئك المضحين، فلا بد أن ننفض الخوف عن قلوبنا، فلا بد أن ننفض الخوف عن قلوبنا، ولا بد أن نركل هذه الأنانية التي تتحكم في مستوى حراكنا فتقعدنا عن الارتقاء وتشدنا نحو قاع التقاعس والتخاذل. إن الحرية الحقة لا تنال إلا بالتضحيات، وإن الكرامة لا تصان إلا بالدماء وببذل الغالي والنفيس. فلا يظنن أحد أن الجلوس في البيوت والاتكال على الشباب الذي يقدم نفسه أضحية يمكن أن يجلب نصرا، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. من هنا ندعوكم ليس برجاء يا إخوتي، ولكن لأنه واجب عليكم أن تشاركوا في ملحمة تقرير المصير في هذه الديار الطيبة في خط الملاحم. فكما أن هذا هو شهر العبادة، فإنه أيضا شهر الانتصارات، ولنا في غزوة بدر خير مثال. نداء إلى أخواتنا الحرائر في عموم البحرين، إنه كما عهدنا منكم المبادرة إلى التواجد في ميادين العزة والتضحية، فإن أملنا فيكن أن تسجلن مشاركة مشرفة في تقرير مصير شعبنا الغالي. ولنا أن نعلن لكن يا أخواتنا عن إقامة المهرجان الخطابي الأول لحرائر البحرين الثائرات، وذلك تحشيداً ليوم القدس العالمي الذي دعا له الإمام السيد الراحل الخميني قدس الله روحه الزكية، ليكون يوماً ليس للقدس فقط وإنما لعموم المستضعفين في العالم، ليطلقوا فيه صرخة التحرر من نيل الأنظمة الطاغوتية. فلنستعد إذن ليوم القدس لنثب منه إلى جهوزية ليوم 14 من أغسطس الذي يوافق يوم استقلالنا عن الاستعمار البريطاني، لنقع تحت نيل استعباد وطغيان آل خليفة، لنقع تحت نير واستعباد وطغيان خليفي أسس وجوده تزامنا مع ذلك الاستعمار. إذن فإن عيد استقلالنا لم يكتمل بعد، لأننا ما نزال نقع تحت حكم طغمة تسجد وتركع للقوى الاستكبارية العظمى. فلنستعد لعاصفة التمرد في يوم 14 من أغسطس لنعلنها قبل أن نعلن استقلالنا عن هذا النظام الطاغوتي، لنعلن استقلالنا عن الاستكبار العالمي. فلنصرخ: الموت لأمريكا، الموت لأمريكا، الموت لأمريكا. فلا تنازل عن المبادئ ولا تنازل عن القيم في سبيل استقلال تصنعه لنا القوى الاستكبارية. دمتم ودامت أيامكم في عزة وكرامة، حرائر ثورة 14 من فبراير.